مرحبا بكم. اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم بي الزردي تكشف سر للجميع مخفي منذ 10 سنوات وما حبش تحكي وتتكلم، لكن المرة الأولى حكيت وتكلمت كانت معلومة بسيطة معناها عطيت رأيها، لكن اليوم تكشف كل شيء للجميع. اليوم بي الزردي كشفت على دناءة على الشابي وقالت اللي عملوا على الشابي منذ 10 سنوات واللي حكي عليه المونجي خوه الكل صحيح، وانا نعرفهم عائلة الشابي، نعرفهم بالكدي بالكدي كما انتم تعرفوني وانا نعرفكم. قالت اللي حكيه المونجي الكل كله صحيح، انكر في خوه اللي وقف معاه واللي قراه واللي 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 ردوا اعلامي وعرفوا على عباد. وزاد قالت الاعلاميين اعلام العار، خطر شي حتى حد ما قال كلمة خير في سامي الفهري، وانه على شابي معنا انكر الجميل اللي عملوا عليه سامي الفهري والفضل بتاعه وتخلى عليه معنا على شابي. وبالاصح اللي قالته بي الزردي انه على شابي اغدر بصديقه سامي الفهري. اي نعم، الحكاية يمكن اغلبيتكم تعرفوها. حصيل لب الموضوع، بي الزردي قالت الحكاية المونجي عندها 10 سنين التالي، الحديث الكل صحيح، لكن انا ما حبيش نتكلم. لكن اليوم كسمعت فيديوهات تسربت على العالميين ننسى وكيفاش يجبوا فهم بالخايب، انا مش نسكت ومش نقول كلمة الحق وذاك الحق وذاك الصحيح.